لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده من يسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وفاض عليهم النعمة كتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجزي خيرا من عدل هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله تعالى يعني أن ينفع بهذه الكلمات من يستمع يعني إليها. أقول وبسم الله وبالله تعالى أصول وأجول. كثير من الناس اغتر بالدنيا وزينتها وزخرفها، وظنوا يعني أن السعيد في الدنيا يعني من ملك فيها المال أو وصل إلى المنصب أو الجاه أو الشهرة، وظنوا أن هذا هو الفوز الكبير، والدنيا عرض يعني زائل وظل حائل، إما أن يزول عنها الإنسان أو تزول عنه لا محالة. وقد بيّن لنا القرآن يعني قصص للطغيان المادي، يعني قصص أناس يعني أعطوا من الدنيا فطغوا وبغوا وفقدوا يعني هذه الأموال التي يعني ملكوها. وأشهر هذه القصص قصة يعني قارون كما حكاها الله عز وجل، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال مفاتيح الكنوز يعني يعجز عن حملها الجماعة من الرجال أو البغال ذات القوة الشديدة، إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لأن هذا النوع من الفرح فرح مذموم، الفرح بالدنيا، الفرح بالمال، الفرح بالمنصب، الفرح بالجاه والسلطان، هذا فرح مذموم. ولكن هناك فرح محمود هو الفرح بدين الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإمام وكيع بن الجراح يعني كان سمينا وكان أسمر، كان يتعشى بعشرة أرطال يعني من اللحم ويشرب عليه عشرة أرطال من النبيذ، وكان هذا مذهب لأهل الكوفة. ولما ذهب إلى الحجاز قالوا ما هذا السمن يا راهب العراق، يعني عبد العراق، فقال من فرحي بالإسلام، فقال من فرحي بالإسلام. كان أبو نعيم اللي هو راويته كان يقول ما دام هذا التنين حيا لا يفلح يعني معه أحد. وطبعا لا يذم فيه، يعني هو بيقول أنه هو كان بيصف، فهذا فرح محمود، الفرح بالإسلام وطاعة الله عز وجل و بالقرآن. سلم بيفرح بيجي تأشيرة عمرة، تأشيرة حج، كم يكون يعني فرحه؟ هذا فرح محمود، ولكن فرح بالدنيا، الفرح بالمال،
فرح بالمنصب والفرح بالجاه هذا فرح مذموم. فنصحوا العقلاء من قومه بعدة نصائح قبل تفرح، يعني هذا الفرح المذموم، إن الله يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الإنسان ربنا عز وجل اداله علم يعلم هذا العلم، اداله مال ينفق في أوجه الخير، اداله جاه أو منصب يستعمل هذا الجاه وهذا المنصب في خدمة المسلمين وفي طاعة الله عز وجل رب العالمين. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فقد يفهم أنه هو إن مش معنى هو يلتزم يعني بشرع الله عز وجل أنه هو يعني يترك زينة الدنيا، ولكن هناك يعني زينة حلال، قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق. أو لعل كما يفعل كثير من أصحاب المال أنه مشغول بجمع المال وعنده استراحة هنا وأصل هنا وشري هنا، ولكن يعني ناهم في جمع المال مش مديله فرصة حتى هو يتمتع بهذا المال. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، كما أحسن الله عز وجل إليه وسع عليه في الرزق يحسن على عباد الله. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فكان رد قارون قال إنما أتيت على علم عندي، يعني كما يظن كثير من الناس أصحاب المال إنه هو بمهارته وبجهده وبذكائه جمع هذا المال، وما علم يعني أن الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب. فقد يكون الإنسان في منتهى الغباء ولكن يوسع عليه في الرزق جدا، فقد يكون الإنسان يعني من أذكى الناس وهو فقير، ده شيء وده شيء. فنصح قوم بهذه النصائح ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، فكان رده إنما أتيت على علم عندي. أولم يراك كم أهلكنا من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وزاد على هذا الرد إن هو خرج على قومه في زينته، تزين وخرج في موكب عظيم. فالذين يعني لا يجاوز نظرهم الدنيا ويغترون بزينة ظاهرة قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فالناس يقولوا ده للناس اللي عايشة، كما القصة بيحكيها الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه، بيقول واحد من راكبين عربية باتنين ثلاثة مليون ومر على مجموعة شباب، فواحد من الشباب قال هي دي الناس اللي عايشة. فالراجل صاحب السيارة نزل وقال مين قال الكلمة دي؟ فقال يا باشا ما يعني خاف ان هو يعني يكون له منصب ولا حاجة عاقبهم. قال له والله مش هعمل له حاجة بس يجي يكلمني بس. فقال له أنا زارع كبد ولم أرزق أولادا وعندي ضغط وعندي سكر، إيه رأيك تاخد اللي أنا فيه وناخد اللي أنت فيه؟ قال له يا باشا أنا كده كويس. فربنا عز وجل يقسم الرزق لمن يشاء ويعطي هذا مال، يعطي هذا صحة، يعطي هذا أولاد، يعطي هذا علم نافع. فالإنسان يرضى بما قسمه الله عز وجل يعني له. ولذلك يعني يقول العلماء إن الإنسان كان صاحب حكمة وصاحب علم لا يذل نفسه لأهل المال. ليه؟ لأن ما أوتيه يعني من العلم والحكمة هو خير من المال الذي عند الآخرين مهما كان بالمليارات. يعني ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال قل متاع الدنيا قليل وقليل قليل حقير. يعني فالإنسان صاحب الحكمة وصاحب العلم لا يذل نفسه لصاحب المال لأن ما عنده من العلم والحكمة أفضل مما عند الآخر من المال. فهذه صورة من صور الطغيان المادي، الإنسان يعني يعطى ويوسع عليه في الدنيا. إن الإنسان لا يضع أرآه استغنى، فيش حد يستغنى عن الله عز وجل طرفة عين، ولكن هو يظن أنه استغنى فعند ذلك يضع يتجاوز الحد. في صورتين تانيين أيضا في القرآن، صح قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، اللي دخل يعني صاحب الجنتين يعني الله جل أعطاه يعني جنتين من أعناب وحففناه بنخل وجعلنا بينهما زرع، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. يعني قالوا ما الآخر يستثمره، أو في الوقت الذي أثمرت فيه يعني هاتان الجنتان دخل الجنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
أنا ما أظنش أن الجنة دي هتهلك يعني. ثقة بالركون للمال وركون للدنيا. ثم قال وما أظن الساعة قائمة، حتى ما فيش قيامة، بيقول في قيامة وفي ما فيش قيامة. ثم قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وده ظن كثير من أصحاب الأموال، يعني يستشعر أن هو مميز، وأن زي ما ربنا عز وجل ميزه في الدنيا ووسع عليه في الرزق، أنه هيكون أيضا يبعث يوم القيامة مميز برضه، هيكون له يعني غير عوام الناس، له يعني معاملة أحسن. معلم أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. الذر قالوا صغار النمل، وعضهم قال الهباء اللي في الهواء. يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى يعني نهر في الجنة، يسقون من طينة الخبال، ويطعم الناس بأقدامهم يوم القيامة. لو كان متكبر في الدنيا الناس يدوس عليه يوم القيامة، حتى لو كان في الدنيا ملك أو رئيس أو وزير، يطعم الناس بأقدامهم جزاء التكبر. فنقول إن المؤمن يعني نصحه وقال له ولو دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليه حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فيعني دي عقوبة عاجلة في الدنيا غير عقوبة الآخرة على يعني كفره وشكه في القيامة، لأن الإيمان بالآخرة جزم ويقين، يعني لا يحتمل الشك، يشك في لقاء الله أو في وعد الله أو في الجنة والنار، فهذا كفر بالله عز وجل وبوعد الله عز وجل. القصة الثالثة يعني أيضا وهي قصة أصحاب الجنة في سورة القلم. أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، قالوا أن أم بدري قبل الفقراء ما يقوموا وروح نجمع الثمر كله بحيث أن احنا ما نعطيش الفقراء يعني شيء. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فالله جل أرسل لهم ملك أو يعني صاعقة حرقت يعني الجنة، فرايحين عشان تنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم كنتم صارمين، فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. فهذه صور للطغيان المد. في قصة في السنة لعلكم تعرفونها، قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين اختبرهم الله عز وجل، كان أقرص وأبرص وأعمى، وراح لهم الملك يعني في يعني راح للأعمى في صورة أعمى والأبرص في صورة أبرص، فأرسل لهم ملك يعني يختبرهم يعني. فقال له ماذا تريد؟ فالأعمى قال إن عايز طبعا يعني بصر يعني يبصر ويذهب يعني هذا العمى الذي قدره الناس به، فمسح على عينيه فصار مبصرا، والأبرص مسح على جلده فصار يعني معافى من البرص، والأقرع مسح على رأسه فصار. ثم راح لهم هذا الملك لكل واحد في صورته، وقال له ما تريد من المال؟ أحدهم قال أحب المال إلي الإبل فأعطي يعني ناقة أو شراء فصار عنده وادي من الإبل، والثاني لطلب البقر أعطى يعني بقرة فصار عنده وادي من البقر، والثالث الغنم. ثم ذهب لكل واحد في صورته، فالصاحب الإبل وصاحب البقر اعتذر وقال والله الحقوق كثيرة، وقال له اديني غنمة اديني بقرة اديني جمل، فاعتذر بأن الحقوق كثيرة، فقال كأني بك يعني أبرص شفاك الله وفقير فأغناك الله، فقال لقد ورثت هذا كابرا عن كابر، فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت.
أظن وصاحب الغنم هو اللي قال يعني أنا كنت فقير وربنا عز وجل أغناني، وكنت تقريبا كان أعمى وربنا عز وجل رد إلي بصره، قال فخذ ما شئت ودع ما شئت، قال أمسك عليك مالك، فقد ابتليتم لقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. فدي قصة أيضا للطغيان المادي بالنسبة لصاحب البقر وصاحب الإبل. فنقول الدنيا يعني عرض يعني زائل، والفوز الكبير مش هو الفوز بالدنيا، كما قال عز وجل في سورة البروج: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إنما اللي بقى رئيس جمهورية مش ده مش فوز كبير، ياخد له يومين ومتوكل على الله. اللي بقى مثلا ملك اللي بقى عنده مليارات يعني هيتمتع بها قليلا، وبرضه ايه هيزول عن هذا المال او يزول المال عنه. كان بيحكي احد ابنائنا يعني الاخ محمد الغليظ ربنا ينفع به، مقطع طيب يعني بيقول ان هو كان شاب بعيد يعني عن الشرع زي كثير من الشباب، فبيقول مرة قعد مع نفسه كده وقال له بعدين، يعني الواحد مثلا هيجمع مال وبعدين هيوصل لمنصب وبعدين وبعدين هيروح فين؟ هيروح عند ربنا. فقال ما دام هيروح عند ربنا يروح من دلوقتي، يبقى اما يروح يعني برجليه كده ويتوب ويرجع الى الله. وكان ده سبب ايه التزامه، انه هو ايه يعني تفكر في الدنيا وقال له بعد الدنيا ايه؟ بعد الدنيا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. هتروح فين؟ تروح عند ربنا. لو انت ملك، لو انت رئيس، لو انت وزير، هتروح عند ربنا. لو عشت 10 سنين 20 سنة 100 سنة في النهاية هتروح عند ربنا. يبقى تروح يعني كريم يعني عزيز أحسن ما تروح زي العبد الآبق الذي هرب من سيده وأحيط به وأعيد إلى سيده. فنقول إن العاقل الذي يعني ينتهز يعني فرصة الحياة في طاعة الله عز وجل، أي حاجة ممكن تتعوض، ولكن عمرك مش هيتعوض. لو أنت تاجر وخسرت ممكن تتعوض بصفقة أخرى، لو أنت طالب في المدرسة وسقط ممكن تتعوض السنة اللي بعدها تجتهد في المذاكرة تعوض هذا يعني الإخفاق يعني في سنة مقبلة. ولكن الدنيا يعني الإنسان لو خسرها، لو خسر حياته خسر يعني عمره، يعني كيف يعوض؟ هو لو خرج من الدنيا مش هيرجع للدنيا مرة يعني ثانية، زي اللي قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هو كان شاكك في الدنيا، شاك إن في خيام وفي حساب وفي جنة وفي نار، فلما تأكد يقول يا رب أنا تأكدت فرجعني عشان أعمل صالحا إنا موقنون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون. فنقول إن الإنسان ينبغي عليه يعني أن يعمل بطاعة الله عز وجل وينتهز يعني فرصة الحياة الدنيا يعني في طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الإيه؟ العروض. وإحنا طبعا في زمن العروض الناس تتسابق إلى أي عرض، يعني سلعة معروضة بسعر أرخص تتسابق يعني إليه. فنقول يعني لو عرض على أي واحد فينا ان هو يشتغل يوم وياخد اجر يكفيه عمره كله 60 سنة 70 سنة 100 سنة، مفيش حد فينا هيتردد في قبول هذا العرض الا اللي سبعه له في بيته جه بدون عرض. فنقول ومش هيقول يعني في بدل سفر، في يعني في راحه في النص، لا ده هو يوم ده تشتغل يوم واحد 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعه وتاخد اجر. مثلا لو انت بتاخد في اليوم 100 جنيه ولا 200 جنيه شوف بقى لو حسبتها بقى 80 سنة ولا 100 سنة شوف هتاخد كم مليون ولا مليار. فده عرض ما فيش حد يتردد في قبول هذا العرض ان كان عاقلا. فأقول هناك عرض اقوى من هذا العرض، وهو انك تعمل عمرك كله اللي هو 60 70 سنة 100 سنة بطاعة الله عز وجل. وايه المقابل؟ المقابل ما لا نهاية، في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ أخذ وجه، خش الجنة تخلو فيها يعني ما لا نهاية. بديهية في الرياضة أي رقم على ما لا نهاية يساوي صفر، لو حطيت
100 مليار على مدى النهاية 100 مليار الدولار. فلذلك أنا كل هذا العرض أكثر من العرض الأول، لأنك لما تشوف نسبة العمل نسبة النجم الأولى نقول 83%، ولكن إذا كنت مثلا سنة على مدى النهاية فلذلك كل هذا العرض أكثر من العرض الأول. طبعا الدنيا كلها كده، كلها معاصي، والتيارات المعاصي والشباب، الشباب تجلب اكثر، شعور الشباب اكثر، الناس شباب والشيوخ اطفال تتطلع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجنه اقرب الى احدكم من الشراك النعلي، الشراك النعلي هو رباط النعلي، فجاء مثلا رباط النعلي ده طبعا حاجه تفرح لكنها غيرت، ولكن قال والنار مثل ذلك. واحد يقول يا بلوي بتصور الناس العادية هتضيع عليه دنيا واخرة، لا يصلح الدنيا ولا يصلح الاخرة. فالجنة غريبة بس برضه الكثير من النار ايضا غريبة. فخلي بالك. النبي صلى الله عليه وسلم سأل احد الصحابة الكرام فقال له ان لم على عمل يقربه من الجنة يقربه من النار. فقال لقد سألت عن عظيم فإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني فعلا الإنسان مهم جدا يعرف اللي خضاب الجنة ويبعده عن النار، بحيث أنه هو إيه أي عمل هيعمله وأي كلام هيقوله لازم يفكر هل هذا يقربه إلى الجنة ويبعده عن النار. يراجع نفسه، لو هو في وظيفة، ممكن واحد في وظيفة كلها فتن، نساء متفرجات ونساء قاعدين في وشه طول النهار ومقدرش يغض بصره، هو ضعيف وخلق الانسان ضعيفا، فمش هيصلح قلبه الا ما يبعد عن هذا الجو. فنقول ضحي بالعمل، يبحث عن عمل اخر، ما تضحيش بالايه بالجنه. واحد عند زوجه دايما تطلب منه طلبات ولا تبالي جاب المال من الحلال او من الحرام، المهم طلباتها تتلبى. فنقول له لا تضحي بالجنه ولكن تضحي بهذه الزوجه، الزوجه تعينك على طاعة الله عز وجل. لما نزل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبا للذهب والفضة. قالوا فمن اتخذ يا رسول الله؟ قال يتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعينه على أمر دينه أو على آخرته. فنقول ضحي بالزوجة لا تبعدك عن الجنة وتقربك من النار. الزوجة تتعوض، النساء كتير، ولكن ما تضحيش بالجنة. لك صديق يعني دايما يعني يبعدك عن الجنة ويقربك من النار، بيوريك صور وحشة، بياخدك لأماكن مش كويسة، بيفتح عينك على أشياء يعني ليست حسنة. نقول ضحي بهذا الصديق، استبدله بصديق آخر يقول لك تعالى احضر الدرس، تعالى نصلي الجمعة، نصلي الجماعة. يعني فالإنسان يضحي بأي شيء يبعده عن الجنة ويقربه من النار. وفي أمثلة أيضا في السنة، في صحيح القصص النبوي، أن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان يتعبد على بيت المقدس فذكر ذنوبا فتدلى بسبب، سبب يعني حب، وهام على وجهه ساب الملك وساب الحبل حتى ومشي، فوجد ناسا يلبنون يصنعون اللبن اللي هو الطوب الأخضر، فسألهم عما يصنعون فلبن معهم، فسمع بهم ملك آخر فطلبه ففر منه فهرول خلفه حتى أدركه وسأله عن قصته فأخبره فقال لعلي أفعل كما فعلت، وترك الملك الآخر أيضا ملكه وصار يلبنان بالنهار ويتعبدان لله عز وجل بالليل. فالإنسان يعني قد يكون في عمل يعني مش يقدر يتخلى لما يسيب هذا العمل، يتعرض لرشوة، يتعرض لل يعني فتنة مال أو فتنة نساء مثلا أو شبهات كثيرة. فنقول ده ملك ضحى بالملك يعني من أجل أن يتقي الله عز وجل. التضحية بالبلد مثلا قصة الذي قتل 100 شخص
وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال له قد ألت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولأنه عالم يعني دله يعني على يعني يعني ما تستقيم به دعوته. فقال ولكنك بأرض سوء، يعني يقول له أنت مش تقدر تترك يعني سفك الدماء إلا ما تترك هذه الأرض السيئة، لعل فيها استهانة بالدماء، لعل فيها قرناء سوء يعني. فقال اذهب إلى أرض كذا وكذا فيها أناس يعبدون الله عز وجل فاعبد الله. سن في أرضه قد يكون له أرض زراعية، له محل مثلا تجاري، له قبيلة يتعزز بهم، فإنه يسيب الأرض ويذهب لبلد تانية يعني النوع من الايه من التضحية والمجاهدة. فرجل كان صادق في طلب التوبة فترك الأرض السيئة وقصد الأرض الطيبة، فمات في الطريق، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقولون أتى تائبا، راجل جاي تائب يعني، وملائكة العذاب تقول ده قتل 100 نفس. فالله جل أرسل لهم يعني ملكا يعني في صورة رجل يعني، فحكموا بينهم، فقال خيس ما بينه وبين الأرض الطيبة ما بينه وبين الأرض الخبيثة، فوجدوا أقرب إلى الأرض الطيبة. في بعض الروايات أنه ناء بصدره يعني أن هو قرب من الأرض الطيبة، وفي بعضها أن الله جل أمر الأرض الطيبة أن تقترب والخبيثة أن تبتعد، فقاس فوجدوا أقرب الأرض الطيبة، والله عز وجل سبقت رحمته غضبه أو غلبت رحمته غضبه أو تغلب رحمته غضبه. فنقول الإنسان يضحي بأي شيء يعني في سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار. في ناس طبعا مصدر الفتنة عندهم النت، فنقول ضحي بالنت يعني، عيش كده كأنك يعني من 30 سنة ولا حاجة ولا 20 سنة ما كانش في نت، فالناس كانت عايشة يعني مش إذا كان على الأخبار أنت بتعرفها من أي مصدر آخر يعني. ولكن يعني يعني أي مصدر للشبهات أو للشهوات أو أي حاجة تبعدك عن الجنة وتقربك من النار فابتعد يعني عنها وأغلق يعني هذا هذا الباب. هات التليفون من الصغيرين دول ما مفهوش يعني نت وعيش بكده، والمهم ما فيش وقت للساعتين للفيسبوك واليوتيوب والأخبار انت مش اعلامي ولا انت راجل سياسي ولا عايز تعرف الاخبار في نفس لحظتها، هي يعني لو عرفتها تاني يوم يعني مش كلام، لو خبر جامد قوي هيوصل لك يعني. فنقول الانسان يعني اي مصدر للشهوات او الشبهات فالعاقل الذي يغلق يعني ابواب الفتن، لان خلق الانسان ضعيفا يعني امام شهوته وامام نفسه. من جمله العرض ايضا يعني حتى تكون فعلا من الفائزين يعني ينبغي أن تتأكد يعني أنك على عقيدة وفهم صحيح الكتاب والسنة، يعني كما يقول ابن القيم فإن القلب إذا باشر روح السنة يكاد يرخص طربا. فالإنسان يعني لابد أن يتأكد أنه على منهج صحيح، قد يكون على عبادة ولكن على بدعة. كل من الخوارج عندهم شجاعة جامدة جدا، ولكن للأسف يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم قال كلاب أهل النار. يعني القصص في الشجاعة والشعر اللي كنا بيدرسونا زمان في المدارس، قطرية بن فجاء، قطرية بن فجاء دي من خيادات الخوارج، أقول له وقد طارت شعاع من الأبطال ويحك لم تراي. يضحي بنفسه بس بيضحي في إيه؟ سبيل إيه يعني؟ قد يكون في قتل أرواح يعني مؤمنة أو فيما يعني يشوه صورة الإسلام وينفر الناس عن الإسلام، يعني كما حدث يعني داعش لما حرقوا الطيار الأردني بطريقة بشعة جدا، حطوا في قفص حديد وربحوا عليه جاز وولعوا فيه، يعني طريقة بشعة جدا، يقول لك إرهاب للكافرين. لا ده مش النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل كده مع ثمامة بن أوثال اللي هو شاعر بني حنيفة، ربطوا في المسجد عشان يشوف الصحابة وما بيصلوا. ما عندك يا ثمامة؟ يقول عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تطلب المال فسل منه ما شئت. فيسيبه يجي ثاني يوم، ما عندك يا ثمامة؟ والآخر قال أطلقوا ثمامة.
تغير كل البغض اللي في قلبه إلى حب وذهب واغتسل ودخل الإسلام. هي دي الدعوة. للأسف هؤلاء ليس عندهم علم، يعني ما درسوا السيرة ودرسوا الأمور الفقهية الشرعية ولا العقيدة الصحيحة. فنقول ينبغي أن تتأكد يعني حتى تكون من الفائزين، ولست أقول أن يعني حتى تكون الصفقة رابحة فعلا وتكون من المغبونين وتكون من المغبوطين ولست من المغبونين، تأكد يعني أنك على عقيدة صحيحة وعلى فهم صحيح للكتاب والسنة. طبعا كثير من الناس يظن أن الإنسان لما ينشغل بالعبادة وقيام الليل وأذكار الصباح والمساء والصيام وتلاوة القرآن أنه هو بيبقى محروم من الزينة وأن حياته كلها نكد، ولكن هذا الظن غير صحيح. وشوف أنت بتعمل معصية هل تشعر بسعادة؟ يعني يقولون لا يجد لذة المعصية إلا دائم الغفلة، إن قلبه ميت خالص، ودي لذة طبعا محدودة زي الطعام اللذيذ المسموم. فنقول إن الإيه؟ إن السعادة في الطاعة مش في المعصية. شوف أنت لما تقعد في درس علم أو تقعد جلسة الشروب أو تكون في عمرة أو في اعتكاف، كم تجد من انشراح الصدر؟ كما قال ثابت البناني: عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة. أنا عدت 20 سنة أجبر نفسي على قيام الليل ثم تمتعت بقيام الليل 20 سنة. فنقول إن الإنسان يعني القلب فعلا بيسعد بالطاعة، وإذا مش كلام نظري لا كلام عملي، نحن فعلا لما بنطيع ربنا عز وجل بنجد السعادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قلبك مش هيطمئن وانت بتنظر لصورة عارية مثلا أو تسمع كلام يعني ماجن أو بعيد عن شرع الله. عمر قلبك ما يسعد لأن الله جل خلق القلب ويعلم كيف يسعد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالإسلام زي الهواء اللي بتتنفسه، بل حاجتنا إلى الإسلام أشد من حاجتنا إلى هذا الهواء، لأن الهواء بيبقى عليك الدنيا، ولكن الإسلام بيبقى عليك الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فنقول حتى تكون يعني من السعداء ومن أصحاب الفوز الكبير، ينبغي يعني أن تشغل نفسك بطاعة الله عز وجل، وينبغي أن تكون على يعني عقيدة يعني صحيحة. ينبغي عليك يعني أن تبخل بكل وقت ونفس أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل أكثر من أشد الناس بخلا بماله. العمر بيذهب يعني سريعا، والإنسان قد يؤمل أنه هو يعيش لما مثلا يعني يكبر ويتجوز أو يجوز أولاده أو ويكون الأجل يعني قبل ذلك بكثير. فينبغي أن تكون دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. تجتهد في أن تصل إلى النفس المطمئنة قبل أن ينزل بك النفس المطمئنة اللي بتطمئن بالطاعات والعبادات. لا يجاهد نفسه من أجل قيام الليل، ولا يجاهد نفسه من أجل أن يأتي درس العلم أو صلاة الجماعة، لأن نفسه تحب الطاعة وتحب العبادة. كما قال المبارك: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتي مع الخير عفوا وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا فينبغي علينا أن نكرهها. يعني بيقول إن الصالحين يعني كانت نفسه بتيجي على الخير، أما نفوس الجاهلة فتحتاج إلى مجاهدة. سنجاهد نفسه عشان غض البصر، عشان إمساك اللسان، عشان قيام الليل، عشان الصيام. فالإنسان تبقى نفسه مطمئنة يعني بالطاعات، يجاهد نفسه من أجل طاعة الله يعني عز وجل. فينبغي أن نستثمر يعني أعمارنا يعني في طاعة الله يعني عز وجل، ونعلم أن الفوز الكبير فعلا هو الفوز بجنة الله عز وجل.
يعني صوت الإنسان ما يخش الجنة، يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ قلب بشر، كما قال ابن القيم: كيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وجعل فيها الخير بحذافيره ونزاها من كل عيب ونقص وآفة، فإن سألت عن أرضها فالمسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فعرش الرحمن، وإن سألت عن أبنيتها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإن سألت عن مراطها فالمسك الأظفر الخالص، وإن سألت عن حصبائها الحصى والطوب اللي فيها فاللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فده فعلا ده الفوز الكبير، أنك تخش الجنة تخلد في جنة الله يعني عز وجل، والمقابل الإنسان يعني: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأسأله تعالى أن يجعل يعني هذا اللقاء في ميزان الحسنات، من سعى في إتمام على هذا الوجه، كما أشكر الأخ الكريم صاحب الضيافة جزاه الله خيرا. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.